طيب انا معايا على التليفون زميلي العزيز ادهم مندى اللي كان موجود النهارده في تدريبات فريق النادي الاهلي، نطمن منه على الاجواء وعلى الاجواء المحيطه بالفريق، والنهارده كان في مران بدني مهم جدا قبل السفر الى السودان. ادهم مساء الخير عليك. برحب بيك زميلي العزيز محمد سعيد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه تهدينا الحبيب قناه النادي الاهلي. ادهم النهارده كان في تدريب بالتاكيد مهم جدا، الجهاز الفني فضل انه يكون التدريب الاساسي في القاهره قبل السفر للسودان. ملامح التدريب، ملامح القايمه، ملامح التشكيله اللي انت شفتها في المباراه او في التدريب، كمان كان في يعني عايز اقول مش هقول خشونه قويه لكن كان في حماس كبير جدا من عدد من اللاعبين في هذه التدريبه قبل مباراه ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. اكيد يا محمد، التدريب النهارده كان ليه كبرى، مباراه هامه الله سيؤديها النادي الاهلي امام نادي الهلال السوداني باخر جولات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. بنتمنى التوفيق، كل التوفيق للنادي الاهلي. التدريب النهارده كان ليه اهميتين، الاهميه الاولى نفسي عن طريق محاضره قويه جدا القاها المدير الفني ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي على لاعبي النادي الاهلي، اكد فيه على ضروره الالتزام والانضباط وعدم التهاون امام المنافس واحترام المنافس. وبالاضافه لكده هو ان النادي الاهلي رايح للمكسب ولا شيء غير المكسب، لان النادي الاهلي عينه على تصدر المجموعه عشان ان شاء الله يبقى مشوارنا باذن الله قوي فيما هو قادم من ادوار. ده الجزء الاول. الجزء الثاني هو المران البدني القوي، ركز المدير الفني ريني فايلر على رفع الحمل البدني في التدريب، لان اكيد المباراه هتحتاج جهد بدني وذهن كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي. عايز اطمن جماهير النادي الاهلي على حارسنا الكبير محمد الشناوي، ادى مران النهارده اكثر من رائع وتالق في تقسيمه. بطمن جماهير النادي الاهلي طبعا على محمد الشناوي، كنا محتاجين نطمن بعد مباراه النجم الساحلي، ولكن ادى مران اكثر من رائع. الحقيقه تالق في التقسيمه وليد سليمان كان ليه دور اكثر من رائع. كهربا رغم ان رمضان صبحي مش موجود في القايمه لكن جاهزيه بدنيه وفنيه مع الوقت رمضان صبحي بيتالق وفورمته بتيجي بلغه الكوره. هي الفكره بس ان رمضان ما خدش مساحه وقت كبيره في التدريبات الجماعيه الفتره الاخيره، فبالتالي الجهاز الفني شاف ان مباراه زي دي هيبقى فيها التحامات وقوه بدنيه عاليه، ففضل ان هو يريحه عشان يكون جاهز للمرحله الجايه ان شاء الله. بالظبط يا محمد، وكان من كتر الحماس النهارده في التدريب كان احمد فتحي واليو بادجي الصفقه الحديثه نجمنا الحديث المنضم لصفوف النادي الاهلي كان تعرضوا الكدمة، ولكن رجعوا سريعا للتدريبات الجماعيه. بطمن جماهير النادي الاهلي عليهم على احمد فتحي واليو بادجي، ادوا مران اكثر من رائع وجاهزين بدنيا وفنيا للمباراه القادمه. طيب ادهم، في جزئيه مهمه، المران النهارده كان في قوه، كان في حماس، كان في حاله معنويه كبيره لدى الجميع عشان يبقى جاهز في التشكيله الاساسيه لمباراه يوم السبت. لمست ده على المستوى الشخصي، شفت ده جوه الملعب، لان انا كمان من الاخبار اللي كنت بشوفها مثلا احمد الشيخ خد خبطه يعني او كدمه كده من عمرو السوليه، قال يوباجي في التحام مثلا مع احمد فتحي، ده واضح ان النهارده الكل كان عايز يظهر كل ما لديه قبل المباراه الكبيره ان شاء الله يوم السبت. عنوان كبير يا محمد بيتصدر التمرين النهارده لاعبو النادي الاهلي مدركين ادراك تام لاهميه المباراه وقوه المباراه، وان جماهير النادي الاهلي منتظره منهم اداء يعبر فيه لاعبي النادي الاهلي عن النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي، وان النادي الاهلي قادم للبطوله التاسعه. وده نابع من ان كمان ترأس بعثه النادي الاهلي بايقونه واسطوره النادي الاهلي رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. من هنا بتيجي اهميه المباراه، من هنا بيجي حرص مسؤولي النادي الاهلي على المباراه، وبالتالي زي ما بنقول ان اهميه المباراه انتقلت للاعبي النادي الاهلي مدركين المسؤوليه مدركين الالتزام من ناحيتهم تجاه جماهير النادي الاهلي، ان بطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله يا محمد باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي باذن الله. زميل العزيز ادهم ندى مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، كنت حاضر لتدريب فريق النادي الاهلي قبل المغادره الى المطار والسفر الى السودان.